بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لله وصلاة وسلاما على خير مبعوث لخير أمة سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن والاه إلى يوم أن نلقاه وبعد. أيها الإخوة الأعزاء، نلتقي معكم اليوم مجددا للحديث عن موضوع ثالث من الموضوعات الرئيسة المكونة لعلم العقيدة. هذا الموضوع يسمى السمعيات أو الغيبيات. أذكركم بأننا قد تحدثنا فيما سبق عن أن علم العقيدة يتكون من ثلاثة موضوعات رئيسة: الإلهيات والنبوات والسمعيات. وفي المحاضرات السابقة حدثتكم عن النبوات، واليوم إن شاء الله سنبدأ في الحديث عن السمعيات. تسمى بالسمعيات وتسمى بالغيبيات كما قلت لكم. لماذا؟ لأن هذه الأمور التي وردت في هذا الباب العقل لا يستطيع أن يلجها أو أن يبتكرها أو أن ينشئها، بل العقل يتلقاها من الخبر الصادق، من قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، فكأننا نسمعها سماعا من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، فيتلقاها العقل ويصدقها ويحكم بإمكانها. باختصار شديد وببساطة أشد، الأمور السمعية هي أمور غيبية العقل لا يستطيع أن يدخل فيها أو أن ينشئها أو أن يبتكرها، ولكنها تأتيه من عالم غريب عنه، غريب عن العقل، لا يمكنه على الإطلاق أن يتعدى حدوده ليدخل في هذا العالم. والعقل له سقف يقف عنده وله حد يقف عنده لا يستطيع أن يتجاوزه. نحن نعلم أننا ندرك الأشياء بوسائل معينة، من الأشياء ما ندركها بالحواس، نراها أو نسمعها أو نشمها أو نذوقها أو نلمسها. وهناك من الأشياء أشياء ندركها بالحس الباطن أو بالوجدانيات، كالجوع وكالعطش وكالخوف وكالمحبة إلى غير ذلك من الأمور. وهناك أشياء ندركها بالعقل بمعونة الحس، وهناك أشياء لا نستطيع أن ندركها لا بالحس ولا نستطيع أن ندركها بالعقل، وهي الأمور الغيبية التي يتأدب عند بابها العقل ولا يستطيع أن يدخلها، ويتأدب عند بابها جميع الحواس ولا تستطيع أن تدخلها، ولكن الغيب هو الذي ينبئنا عن نفسه، هو الذي يظهر نفسه، وهو الذي يعرفنا بكنه.
طبعا ببساطة شديدة لحضراتكم، لأني أحرص على أن كل واحد منكم يفهم ما أقول ولا أريده أن يغيب عني لحظة، فأتحدث بنوع من التبسيط الشديد أو بالعامية إن شئنا أن نقول. أنا الآن أو حضرتك تجلس في حجرة وطرق باب الحجرة طارق، فعقلك يقول بعد أن سمعت أذنك أن وراء الباب طارقا يطرق الباب، حاسة السمع سمعت الطرق، والعقل حكم بأن وراء الباب طارق هو الذي طرق الباب. وعند هذا الحد تقف الأذن ويقف العقل، فإذا ما قلت لك هل تستطيع أن تخبرنا بحقيقة طارق الباب؟ فأنت تقول لا أعرف، لابد أن يأتينا هو أو أن يفتح الباب بنفسه أو نقول له أدخل، فإذا ما دخل عرفناه. هكذا الغيب، فإذا ما قلت لمن طرق الباب أدخل تكون بذلك قد عرفته، لكنك أنت أيضا إلى هذه اللحظة لا تعرف عنه إلا جسمه وملبسه وطوله ولونه، لكن لا تعرفه حق المعرفة. فأنت تقول له رغم أنك تراه عرفني بنفسك، رغم أنك تراه وأنت الآن عرفته بالحس وعرفته بالعقل أيضا، فأنت تقول له عرفني بنفسك. لماذا؟ لأنه غيب عنك أو هو مخبوء عنك. العرب قديما كانوا يقولون لمن يدخل عليهم ولا يعرفونه تكلم حتى نراك، تكلم حتى نراك. لماذا؟ لأن المرأة مخبوء تحت لسانه، فإذا تكلم أفصح. هكذا الغيب تماما بتمام، مع يعني الفارق في التمثيل. نحن لا نعرف عن عالم الغيب شيئا إلا ما أخبرنا به الله عز وجل وأخبرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك سميت غيبيات وسميت سمعيات، أي أمور نسمعها سماعا ونصدقها عقلا، أي أنها رغم أننا لم نرها ورغم أنها غيب عنا، إلا أننا بمجرد أن نعرفها أو نخبر بها نحكم بإمكانها. فالذي حكم بوجودها السماع، والذي أقر بإمكانها العقل. زي إيه مثلا؟ الملائكة، الجن، عذاب القبر ونعيمه، البعث، الحشر، النشر، الموقف العظيم، الحساب، الميزان، الصراط، الجنة، النار، ثواب الطائعين، عقاب العاصين.
هذه كلها أمور غيبية، أمور سمعية، نقف نحن متأدبين عند حدود النص، أي ما دام الله قد قال فقد صدق، وما دام رسوله صلى الله عليه وسلم قد قال فقد صدق. نحن لن نرى الملائكة على هيئتها التي خلقها الله، ولم نرى الجن على الهيئة التي خلقها الله، ولم نرى الجنة وما فيها من ثواب ونعيم، ولم نرى النار وما فيها من عذاب وجحيم، لم نرى الحساب ولا الميزان ولا الصراط ولا الحوض، لكننا سمعناها من الصادق المعصوم صلى الله عليه وسلم، فحكمنا بصدقها وحكمنا بوقوعها. والعلماء يقولون أنت لا تستطيع أن تنكر الشيء لمجرد أنك لم تجده أنت، قد يكون موجودا وأنت لم تره أو لم تسمع به أو لم تجده أنت. فمثلا المريض بالرمد مثلا ولا يستطيع أن يفتح عينيه في الشمس ويجلس في غرفة مظلمة مثلا، قد يحكم بأن الشمس لم تطلع بعد، أن الشمس غير موجودة، قد يحكم بهذا. أو المريض بالحمى مثلا، إذا ما أعطيته كوبا من الماء ليشربه يجد فيه مرارة فيحكم بأن الماء مر، وفي الحقيقة الشمس موجودة والماء عذب حلو، ولكن المشكلة فيه هو، في من رأى وفي من ذاق. ولذلك الشاعر يقول قد تنكر العين ضوء الشمس من رمد، وينكر الفم طعم الماء من سقم، يعني من مرض. ويقولون أيضا عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، كونك أنت لم ترى الشيء ليس معناه أنه ليس موجودا، وكونك أنت تريد أن تحكم العقل فيما لا طاقة له به وتقول أنا لا أؤمن بوجود الملائكة ولا الجن ولا الجنة ولا النار ولا الحساب ولا الميزان ولا الصراط، لأن ببساطة أنا ما شفتش الحاجات دي وما سمعتش عنها بودني وما شمتهاش ولا زقتها ولا أيضا لمستها بإيدي ولا حتى عقلي وصل إليها، يبقى إزاي أؤمن بها؟ نقول له أنت الآن جاوزت قدرك وتعديت حدودك، لأنها أمور غيبية ما دام قد قالها الله وقالها رسوله صلى الله عليه وسلم فهي حق وصدق نؤمن بها، نقول آمنا وسمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. أول شيء يقابلنا في عالم الغيب أو في الغيبيات أو في السمعيات الإيمان بالملائكة، ونحن نعلم أن الإيمان بالملائكة يعد ركنا ركينا في الإيمان. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. الملائكة من عالم الغيب، وما كان لنا أن نعلم بوجود الملائكة من خلال الحواس ولا من خلال العقل، وإنما عرفنا بوجود الملائكة من خلال النصوص الدينية الصريحة الثابتة
في كتاب الله وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. مين هم الملائكة؟ وما صفاتهم؟ وما أعمالهم؟ الكلام في هذا الباب يطول، ولكن يكفي فقط أن أشير إشارات بسيطة متمثلا قول القائل: تكفي اللبيب إشارة مرموزة وغيره يدعى بالنداء العالي. أولا، كلمة ملائكة هي جمع ملك أو ملاك، وهذه المادة مأخوذة من الألوكة التي هي بمعنى الرسالة، وذلك لأن الملائكة أو من الملائكة من هم رسل بين الله تعالى وبين المصطفين من عباده جل وعلا. والملائكة في حقيقتهم أجسام نورانية لطيفة قادرة على التشكل بالأشكال الحسنة، وهم لهم أعمال وهم أصناف عدة ولهم وظائف متعددة. أجسام نورانية لطيفة يعني لا يمكن للعين أن ترى هذه الأجسام للطفها. والملائكة لا يوصفون لا بذكورة ولا بأنوثة، فمن وصفهم بالذكورة فقد فسق، ومن وصفهم بالأنوثة فقد كفر، لقوله تعالى: وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. والملائكة لا تركب فيهم الشهوة، ولذلك فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولذلك فإنهم يسبحون الليل والنهار لا يفترون. هؤلاء الملائكة بلغوا الغاية العظمى من القوة والمقدرة، لديهم قوة هائلة، والله عز وجل وصف جبريل عليه السلام في كتابه وقال: علمه شديد القوى ذو مرة، أي ذو قوة، فاستوى. بلغوا غاية القوة لدرجة أن في عالم الدنيا الذين يحملون العرش 4 ملائكة، ويوم القيامة الذين يحملون العرش 8 ملائكة، والعرش دونه الكرسي، والكرسي دونه السماوات والأرض، والله يقول: واسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الملائكة هم جند الله تعالى، ولا يعلم جنود الله إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. 19 ملك هم أصحاب النار، والله يقول: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة، ويقول عليها 19. يعني تخيلوا مدى قوة هذا الملك. هؤلاء الملائكة أصناف متعددة. الصنف الأول
الحافظون والكاتبون. قدر الله تعالى أن يرسل على البشر حفظة، وقيل أيضا يرسل للجن من الملائكة حفظة، لكن لا حفظة للملائكة من الملائكة. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، أي يحفظونه حفظا صادرا من أمر الله، أو يحفظونه بأمر الله. فحضرتك لكل واحد من البشر عليه حفظة يحفظونه حفظا بأمره جل جلاله، وهؤلاء الحفظة يتعاقبون عليك بالليل والنهار، وأيضا يوجد الكتبة الذين يكتبون كل ما يصدر منك، كل شيء تفعله يكتبونه. لديك كاتبان لا يفارقانك إلا في مواضع محددة، الكاتبان كل واحد منهما موصوف بأنه رقيب عتيد، رقيب يعني حافظ، وعتيد يعني حاضر. يعني مش الكلام الذي يتداول في الأدبيات الشعبية إن الملكين واحد اسمه رقيب وواحد اسمه عتيد، ده كلام مش صح، لأن رقيب عتيد ليس اسمين، ولكنهما وصفان. فملك الحسنات رقيب عتيد، وملك السيئات رقيب عتيد، لكن ملك الحسنات له الإمارة على ملك السيئات، بمعنى أن ملك السيئات لا يكتب السيئة إلا بإذن من ملك الحسنات. إذن فهناك كتبة وهناك حفظة، وفرق بينهما. هؤلاء الكتبة يفارقونك في مواضع ثلاثة: عند الجماع، وعند قضاء الحاجة أعني التغوط، وعند الغسل. لكن من الممكن أن يفعل الإنسان في هذه المواضع الثلاثة أفعالا يلزم كتابتها، فهل الملك الذي فارق الإنسان في هذه الحالات الثلاثة لا يكتب ما يصدر عنه فيها؟ قالوا لا، الله تعالى يجعل له علامة يعرف بها أفعال ذاك الإنسان في تلك الحالات الثلاثة فيكتبها له أو يكتبها عليه. أما الحفظة فهم لا يفارقون الإنسان على الإطلاق، هم موجودون معه. هناك أيضا من الملائكة صنف مخصوصون بحمل العرش، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وهناك أيضا صنف حافون حول العرش يسبحون بحمد ربهم، وقضي بينهم بالحق. وهناك أصحاب النار كما قلت لكم،
يرأسهم مالك خازن النار، وقالوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. وللجنة أيضا أصحاب من الملائكة، رئيسهم رضوان خازن الجنة. وهناك من الملائكة الموكلون بأحوال العالم، الموكلون بالأرزاق، الموكلون بالمطر، الموكلون بالجبال، الموكلون بالماء، بكل شيء. فلكل شيء في العالم وكلاء من الملائكة، وهؤلاء هم المقصودون بقوله تعالى والصافات صفا، والمقصودون بقوله تعالى والزاريات ذروا، والمقصودون بقوله تعالى فالمقسمات أمرا. إلا أن الملائكة فيهم عوام وفيهم خواص. خواص الملائكة أكابرهم، أولهم جبريل، ثم ميكائيل، ثم إسرافيل، ثم ملك الموت ويسمى بعزرائيل، ثم مالك، ثم رضوان، ثم منكر ونكير، ثم الكتبة، وهكذا. فهم أعداد غفيرة لا يحصى عددهم، لدرجة أن كل يوم يطوف بالبيت المعمور منهم 70,000 ملك، فإذا ما خرجوا من البيت المعمور لا يعودون إليه ثانية. هؤلاء الملائكة كما قلت لكم لا تركب فيهم الشهوة، وبالتالي لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثة، ولذلك فهم معصومون، معصومون من المعصية، معصومون من ارتكاب الذنوب. هم معصومون لأن الله جل وعلا خلقهم هكذا، فطرهم على عبادته، فطرهم على طاعته، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لكن هناك من العلماء من قال غير ذلك، قال الملائكة ليسوا معصومين، واستدل على عدم عصمتهم بظواهر الآيات التي لم يفهمها حق الفهم. استدل مثلا بقول الله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. هذا الفريق من الناس قال لو كانت الملائكة معصومة لما سألوا الله تعالى ولما أنكروا عليه هذا الخلق، حيث إنهم قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. ونقول لهم من الذي قال لكم
إن خطاب الملائكة إلى الله كان من قبيل الإنكار أو من قبيل الاعتراض. إن خطاب الملائكة لله كان من قبيل الاستفسار. هم كانوا يستفسرون ولا ينكرون. كان على سبيل التعجب، يتعجبون من أن الله تعالى وسعت قدرته كل شيء، وأنه قادر على أن يخلق أصنافا من الخلق غيرهم، أو أنهم سألوا السؤال هذا من قبيل الغيرة، لأن العبد الذي يحب سيده يغار عليه إن وجد له عبد آخر يعصيه، إن وجد له عبد آخر يعصيه فهو يغار على سيده لأنه يحبه. هكذا خرج العلماء هذا السؤال الذي صدر من الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ فكان ذلك استفسارا من الملائكة وليس إنكارا، وكان ذلك تعجبا وليس إنكارا، وكان ذلك غيرة على المحبة أو على فرط المحبة لله وليس إنكارا. الأمر الثاني في قصة هاروت وماروت. هاروت وماروت عندما قال إنهما ملكان قالوا: كيف تكون الملائكة معصومة وفيهم هاروت وماروت علموا الناس السحر والسحر معصية وفيه تفريق بين المرء وزوجه، فكيف يصدر هذا الفعل من ملك معصوم؟ فلولا أن الملائكة لا عصمة لهم لما صدرت هذه الأفعال من هاروت وماروت. الآية في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. أولا، قصة أن هاروت وماروت علموا الناس الفساد من خلال تعليم الناس السحر، هذه قصة وهمية وأكذوبة كبرى صنعها اليهود. فكما أنهم كذبوا على سليمان كذبوا على هاروت وماروت، هذه واحدة. الأمر الثاني أن هاروت وماروت أتيا بعلم السحر ولم يحث الناس على العمل بهذا العلم، فتعلم السحر في ذاته ليس معصية، وإنما العمل بالسحر هو المعصية. ونحن مأمورون أن نتعلم كل شيء حتى الشر. تعلموا الشر لا للشر ولكن لتوقيه
ومن لم يعرف الشر حتما سيقع فيه. فالله عز وجل أرسل هاروت وماروت، أرسل هذين الملكين العظيمين المعصومين بعلم السحر، ولكن هما كانا يقولان للناس هذه فتنة، هذه فتنة وابتلاء، فلا تعملوا بالسحر، لكنهم عملوا به، فهم خالفوا أولا هاروت وماروت، لأن هاروت وماروت قال لا تعملوا بهذا، لأن هذا الأمر من شأنه يفرق بين المرء وزوجه. ثم نحن في دار ابتلاء، فأراد الله تعالى أن يبتلي بعض خلقه بما جاء به هاروت وماروت من تعلم السحر. وفي كتب التفسير تخريجات كثيرة لهذا الأمر. الله عز وجل يقول في كتابه في أول سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فالله عز وجل ليمحص المؤمنين يبتليهم ويفتنهم، ومن هذا القبيل كان السحر الذي جاء به هاروت وماروت. هذا باختصار شديد حديث عن الملائكة وعن طبيعتهم وعن وظائفهم وعن أصنافهم وعن عصمتهم. أيضا من السمعيات الجن، وإذا كان الملائكة أجساما نورانية لطيفة تتشكل في الأشكال الحسنة فقط، فإن الجن أجسام نارية هوائية لطيفة لا يراها البشر، تتشكل في الأشكال الحسنة وتتشكل في الأشكال الرديئة السيئة، وتحكمهم الصورة، أي أن الجن إذا ما تجسد في صورة من الصور، كأن يتجسد في صورة حيوان أو في صورة طائر أو في صورة إنسان أو في صورة حائط أو في أي صورة، فإنه يأخذ قانون ما تشكل فيه. فالجن خلق من خلق الله غيب عنا، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. الله عز وجل أخبرنا عنهم وقال شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، وقال تعالى وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وتوجد سورة كاملة في القرآن الكريم تسمى بسورة الجن. والله يقول أيضا وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. والله تعالى يقول على لسانهم وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. والنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم عندما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمن علم القرآن، قرأ هذه السورة كاملة على المؤمنين
قال لهم إني قرأتها على إخوانكم الجن فكانوا أسمع منكم وأفضل منكم في سماعها. كانوا كلما جاء قوله تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. إذن فهم موجودون، لكن رغم ذلك هناك من ينكرهم. لماذا؟ لأنه اغتر إما بحواسه أو اغتر بعقله، والجن لا يدركون لا بالحس ولا يدركون بالعقل، وإنما يدركون بالنص. فالله تعالى هو الذي أخبرنا عنهم، ورسوله صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبرنا عنهم. وسموا جنا لأنهم مستورون، فبمجرد التسمية نعرف أننا لن نستطيع أن نراهم على حقيقتهم على الإطلاق، فهم مستورون. فكلمة الجن والجنة والجنين كل ذلك معناه الستر. فهذه المسائل هي مسائل سمعية نؤمن بها ونعتقدها، ومن لم يؤمن بها فيكون بذلك قد أنكر نصا معلوما من الدين بالضرورة. من الموضوعات المهمة التي ينبغي أن نقف عندها في باب السمعيات القبر أو الموت وما بعده. والقبر من حيث عذابه ونعيمه، وأرى أن هذا الموضوع يحتاج إلى وقت طويل، فنبدأ به المحاضرة القادمة إن شاء الله، وريثما نلتقي نستودع الله دينكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله.